خيمة خير المدينة، فيها فطور وغداء وعشاء مجانا. ما شاء الله تبارك الله، جزاهم الله خيرا، مقابل جامع الشهداء في حي الشهداء أو في ساحة معركة غزوة أحد. هذه هي الخيمة، شوف الناس صافة للزوار والحجاج والمحتاجين، ومن أراد أن يأتي يأخذ من هنا بلاش، فطور وغداء وعشاء وموية كروسون سناكات عصيرات. ما شاء الله تبارك الله، جزاهم الله خير، ما شاء الله الحمد لله، بلادنا بلاد خير وبلاد عز وبلاد نعمة، تبذل الغالي والنفيس لخدمة الحجاج والزائرين والمحتاجين. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذول كلهم مقبلين على الخيمة يأخذوا مجانا، ما شاء الله تبارك الله. وهذه الخيمة من الداخل، يأخذ الزائر أو الحاج الوجبة ويجلس على هذه الكراسي والمصات المهيئة ويأكل بكل راحة بكل هدوء. ما شاء الله، شيء خيمة نظيفة مرتبة مهيئة، فرشات نظيفة مكيفة، إنارة، ما شاء الله تبارك الله. هنا قسم الرجال وهنا قسم النساء، هذا كل اللي شكو مجانا لوجه الله تعالى. جزا الله تعالى حكومتنا وأهل الخير والمحسنين خير الجزاء، بكل هدوء بكل ترتيب بكل انتظام بكل انسيابية، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله في الجهود.